أخبار اليوم. كنت بتشتري إيه زمان بالجنيه؟ زمان كنا بنشتري حاجات كتير قوي بالجنيه، زي كل حاجة. كنا مثلا يعني لو هاخد مصروف من أبويا كنت بحوش منه وبشتري منه وأصرف منه طول النهار وأحوش منه، إنما دلوقتي أقل حاجة بجنيه ومفيش كمان بجنيه. يعني بتاع الفول من الراجل بتاع فول في روض الفرج بقول له هات ب2 جنيه فول، قال لي مفيش. لا الجنيه كان زمان ليه قيمه عن دلوقتي. بنجيب كل حاجه، بنجيب بطاطس، بنجيب قوطه، بنجيب رز، بنجيب كل حاجه دلوقتي. لو وكل حاجه كنا بنجيبها من الجنيه، دلوقتي بتجيبي ايه؟ ما بتجيبيش حاجه. لو 100 جنيه ما بتعرفيش تجيبي بيها حاجه. رقم من الواحد بتشيل الدنيا كلها. ده البيضه المسلوقه بجنيه ونص، البيضه المسلوقه بجنيه ونص. البيضه كنت الجنيه كان زمان بجيب منه لحمه واجيب منه كسوه كمان للعيال، النهارده الجنيه عامل زي الملين. تجيبي لحمه كانت ب 68 قرش اللحمه، والفرخه كان فيه ب 18 قرش وفيه ب 30 وفيه ب 40 لغايه 99 قرش الفرخه كده. كنا بنجيب حاجات كتير قوي، حاجات البيت كلها. انا اتجوزت بالجنيه. يعني الجنيه دوت حضرتك كنت تاكلي وتشربي وتعملي كل حاجه بالجنيه ويفيد منك كمان. دلوقتي ما فيش حاجه بتفيد من 100 جنيه، ما بتفيدش منها حاجه. الجنيه كان قريب، كان 20 خردة وبتاع. الحمد لله دلوقتي الحاجة بقت نار. كنت بجيب لحمة اللي كيلو ب 36 قرش لحمة، أجيب عيش أجيب كده، كان حلو. كنت باخد مصروفي ربع جنيه أنا وأخويا. بشتري شندوتش، اتنين شندوتشين، شندوتش بباريزة. ما انا كنت في المدرسه باخد نص فرنك، كنت بجيب رغيف قشطه ومربى. كنت باخد نص جنيه، كنت فرحان قوي ايام المدرسه الابتدائيه. دلوقتي الجنيه لو الواحد لو في جيبه مثلا 100 جنيه ما يقولش في جيبه فلوس. كنت المرتبات كانت ب 10 جنيه اليوميه. اليوميه كانت ب 10 جنيه. لو انت حضرتك 5 جنيه كنت تصرفها في البيت كنت تجيب منها مؤاخذه لو ربع كيلو لحمه، كانت بتجيب ربع كيلو لحمه ب 5 جنيه. ربع كيلو لحمة وتعمل منها خضار كمان. دلوقتي فين الكلام ده؟ دلوقتي عشان انت ما تقدرش تعزم اخوك لا مؤاخذة دلوقتي على غدا ولا عشاء ولا اخواتك بسبب العيشة اللي احنا عايشينها. حاجة العيل الصغير لو اديت له جنيه بيقول لي كان عايز 5 جنيه، انا بنت ابني بتقول لي عايزة 5 جنيه، عندها 5 سنين. ده انا جايب خصاية دلوقتي بيقول لي ب2 جنيه، واخدة بالك؟ طب خصاية ب2 جنيه هتجيبي فول بكام؟ وهتجيبي اكل بكام؟ وهتعملي بكام؟